بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أقضي جمع قضاء كقضاء، لا أصلا ناقص يائية قضايا يدولي على قضاء همزة يلد ألف زائد وكراوة بهمزة خوي قضاء يعني حكمي بين ناس، يعني او حكمي كقاضي لبيني خلق عيكا برياريان بو ادا علين حق بتوي ونا حقي توي او وبابي اقضيه جاء لي ولايه القضاء فرض كفايتين، يعني بعهده قرتني قضاء وتكسيك ببي او كارب بري وبري فرض كفايه هناك هنا كوم القاع حش كذا هناك. فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه، ولأجلنا وكوم القضاء هيش كس يقنبو بكاري أو كاربي بكاري قضاء بجغل يكس أو أبي بفرز عين بسريو ناتو عني بغينا عيكم. فإن امتنع أجبر، أجل هرني كرد زوري لأكري بزور ذي كان قاسي، وليس لهذا أن يأخذ عليه رزقا إلا أن يكون محتاجا. وأم شخصي شا يعني أميك وفرزي أميك قضاي لسرب وبفرزي عين حاربي بوينية هيج رزق جوار بقرية مقر محتاج به لسر قاضية تيك مقر محتاج به قر محتاج به ناس ولد يعني شاب وقضاء مجبور شل بيت المال حقوقي كيبو بريتو أبا تبو أمك بو بفرزي عين، يعني أواني ترى وعقر مثلا أفرادي ترى هيا لنا أفرادات ويكيبو كارا شن معين نية لسر أو يعني تنهاب وتنها وزيفة أو نية بوهي أكري ورقري يعني أو تاتر دستي ماصر كارو با أغني شونا أم فرزي أين لسري وكويسة مثلا من نوجي جمعة من لسر فرزة حالبي خو مني كام بكاسي ترناكري بس كاركي خوم دبي خوم بيكم أوج أقربو بفرزي عين بسري وتازي خويتي وخوي نابي بفولة مولا ورقري باشا اگر بخس بابي برچونه كاين نبي بلا ما وي وافر ذي كفايه لسري شاكا عرب كاكا او منهم او فلانه كسي وفي سعره كسي لم شرا مثلا فجانا فريلو باسم انا زيد يا بوش حرمه اگر قرار بي حرمه مشم لنا او مشتا اش حقوق مني شو قوتني حقي بالنيه ويجوز في بلد قاضيان فاكثر، يعني جائزة هذا الشارع دو خازياشا قازي ولا يصح إلا بتولية الإمام أو نائبه، وصحيح جنية كذب بيبا قازي أو منصب بقريدة دست مقر بتولية يعني ببيبخشيني إمام إمام أو مقامي بداته يا نائبي إمام سأل محيط محل هركسي به. وإن حكم الخصماني رجلا يصلح للقضاء جاز ولزم حكمه وإن لم يتراضيا به بعد الحكم، يعني أجر دو خصم يعني دو لا يعني درجير كالقريكا درجير نكيشيانا أجر بهر دو كيانو الرجل كيان كرب حاكم وتيان أأما بقزاوت من كاب قزاكي إما رازيبين وللرجلك يصلح للقضاء شرائط قازيبوني تيايا أصلح بو قزا او دو كسكهاتون او يكيانا اعوى كرد بحكمي خوانو بقازي خوان كأشرح بو قزا جازا موزانا اللي رجدا اشتهى يعني ما مستعيك كم دون فر ما مستعيك كمواني فيما دادقاش بك مكان ورده قريب اريه او هر هين هر اي سنيك دين مثلا دون فر دين بولاي ملاي مزقو شرعيانك عربي ايتا اقر ملاك واجد عبتا وانا نازان او نفر واجد الشرعي تيانا ماوي كمشهور بيوم مساكي باري حالي بلا بلي او كبصوره وجائزه وكارك ولزم حكمه واجر حكمه كشي كل لازم واتاجر شتداد قش دبد القى تنفيذك باشا وان لم يتراضيا به بعد الحكم بعد حكمك او دو خصمه بيرازي نبل بلا حكمك يخلاو كردو. لكن ان رجع فيه احدهما قبل ان يحكما امتنع الحكم بلا اگر یک یک لو دوانه پشیمانو بمناخه هر دو کان ریکوتون لسر او شرعکان لا او کسب کن ولی هشتا او کسا حکمکی سادر نکلو یکیان پشیمان بیتو اغلا من رازینیم باوی که ما مستا شرع مام که عرب بلا
برنامج حكمك امتنع الحكم يتم ممتنع امام صاحبكم دروكا هزار برا روتيا يعني حالبي اگر حكمك اجل اخوي دروكا او انت تنفيذ نائب واحد ويشترط في القاضي ولا قاضية أمشت أنا بشر الذكورة نيري نبي أما جي بحثة لا سلويك نيري نبي وأمانة شاید اتفاقي نبي لبين مذاهبا أما مثلا أفرد نتواني بيت قاضي مثلا حالبي لقال أوجده كي شهيه لسلوك آية أتواني ناتواني هنديك مثال دي نو بملكي سبأ حتى عرين سهلة بو قاضيتي بو باشاتي جبي قال مثلا باشا عموم بي يعني السدد دفاع والحرية ولا دبي عبد نبي آزاد بي والتكليف دبي مكلف شرعي بي يعني منال نبي شيد نبي باشا والعدالة داد قربي داد قريت يابي والعلم زنايب به والسمع كرنبه ببيسه والبصر كيرنبه وببينه والنطق نطق به نطقي ببي لا نبي ويندب أن يكون شديدا بلا عنف مندوبك سخدير ببرام عنفنا عنف بكو بزبري لقال خلق الرفتار كاو جنيو دانو قسينا شيرينو تقريبا يا لي دانو لينا ولي نرم نرميج نشان بدا اما بلا ضعفين نقزع في اليد الكبير وان احتاج ان يستخلف في اعماله لكثرتها استخلف من يصلحه اگر او كسيك بو بقازي اگر احتياجي باستخلاف كرد يعني جيان الشيني بو خوي داني لكرد وكانيا لبروي كاركاني زورن بل وحقي هي بلام استخلف من يصلحه كصلاحيتي أو بوستيب بي وإن لم يحتاج أجر احتياجي نبو هرب خوي دكرا كاركان فلا بو يجوزني إلا أن يؤذن له ما قر إذني بدريته للا يعني حاكميته وإن احتاج إلى كاتب فليكن مسلما عدلا عاقلا فقيها وأجر احتياجي جبو بداناني كاتب يقنو سريكي بدفتر داريك با او دفتر دار مسلماني دادگري اوزمندي ليزان بي لا شرع زان بي شرع بزان فقه بزان ولا يتخذ حاجبا ونابي درقاواني بي كسي لبر درقا دانشاني ركز بي بولاي قاسي ها وحاربي فإن احتاج اگر احتياج بو فليكن اگر احتياج بو درقاوان بو لبرو خلقا قشتي نشنو شو نسا وتاقي كقاضي كي تيايا اگر اوهم مراجعات وكشان شنا اوديو شرعي كسي بين هيج بناكري جا اگر احتياجي بو فليكن عاقلا با وزمند بي امينا دسو شاوباق بي بعيدا عن الطمع تمع كار نبي مثلا نو بكان بفروشي بمو بو رشو مشو برقري ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير مكاني عمله ومثلا شنو كي دياري كروبويك كارتيكا كودادكا وكودفتري خوي بي اتنابي حكم دركا ونابي يولي باشا باري كاسيك حكم كاسيك اشتيك بكاسيك بدا يعني وحقك بكاسيك بدا ولا يسمع البينة نابي بينة ببيسي ويلي بي لغير او مكاناك كارتيكا يعني لو ناو بازار يا مثلا شنو مارو شرعي لا كان هو اننا البازار حكم هذا اه وتا لا مارو شو نهي عشان لو شو نبي ولا يقبل هدية هدية ورناقري إلا ممن كان يهاديه قبل الولاية باشا ما قال لا أو كسور قري هدية كمهاداتي لقل أو بو بر لولايتيش أم هدية بو أو أبر أو إهنا بو أم إذا جدوا ولاية لي ورقري قيناك ولم تكن له خصومة حاربي ولبو أو كسيك دي بولاي نابي خصومة درجيري كي بحقك بلاي وبيو أمانة ولم تزد هديته بعد توليتي أها يعني أو هدية يعني خصومة لا أراد نبي واتا أو كابراي دوستك لو بر هدية بو أهيناي أعسك هدية البوديني لحالك نيهيني كتو كأو نفر خصومتي لقليك يترهيو بشاهد بنيازي او بيك تولى انجري ليبك هذا حاربي ولم تزد هديته بعد التولية وهدية كازي شتي كتري او يك هدية كازي اي نكر بدواي تولية جاران مثلا بر لو اهات
بفرز هدية كي أهنا كاملة مثلا كتو ملاي ميزر كي ملايتي بهدية بو ديناي إيسا شو مثلا عباية كي هنا ويا شو مثلا ساعات كي جران بهاي بو كريوي مثلا شتكي أو هنا هدية كزي أي نكر بي أي نا معناها تمعي هي. ومع هذا فالأفضل ألا يقبلها لقل أوجدا كبو شرائط جائزة ولي أفضل ويا تاقازية وري نقري ولا يحكم لولده ولا لوالده ولا لرقيقه وأقل من صبي قزاوة أبو نابي حكم كابو ولدك أقل ترفيك يقبو يا باوكي أقل ترفيك وحكمي بوكا باشي ولا قازية باشا هر وهاب والرقيقة كشي نابي بك الرقيقي خوي أما ولا لشريكه ولا لنفسه مثلا نابي ولا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا فرحان ولا مريض ولا نعسان ولا حاقن ولا ضجران ولا في حر مزعج وبرد مؤلم يعني نابي قزاوتك لحالة ريا لحالك كبرسيتي لحالك كتونيتي لحالك كخفت بارة لكاتك كزور خوش حالة فرحانة حالبي لحالك أن خوشة لحالك ونوزة دع نعاس لحالك حاقنة يعني ميزو زوري بها وردها باشا يعني ميزو زوري بها وردها لو كتاب بدم ميزو بلا حكمة كي بوم جاش ميزة كما كمانك ولا ضجران ضجران يعني نار حد نبي باشا نقرانو تقريبا ورس أوانه ولا في حر لقرمايا كانوا كقرماكا مزعج به يعني إنسان إزعاج ونار راحت كا وبردين لسرمايا كانوا كمؤلم بإيش بإنسان بقياني فإن فعل لقل أوجد دا أقل حالة أنا دا بيكا كان دا بولا مانا حكم داية هل نفذ حكمه ولا يجلس في المسجد للحكم بو حكم داية نابي لمزقو تدانيشي چونك يعني غلبة غلبو قسي نشيع وأمانا لو كاتال بين خصمين زور ذكر له مزقوتش بو مناسبني فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان حكم بينهما ولي أجر واريك ولا دانيش سبب السبب أو بس قلت يعني شلون مزقوت دانيش تاشو أنا قلبو أما ذاكري حاربي اتفاق ولا دانيش وحضر خصمان دو خصم لي لبابون حكم بينهما حكم لك على ذلك ويجلس بسكينة ووقار بسكينة ووقار وبيدانشة ويحضر الشهود والفقهاء شاهد فقيه أوانا لا يخوي داني ليشاورهم تا مشاوران لقلابك فيما يشكل لا شيء كأجر مشكل به فإن لم يتضح أخره أجر أو كاترون نبوه بوي دوايخ وجلساته ولا يقلد غيره في الحكم قب قاضي معمول دبي مشتهد به لحكم داينا نابي مقلد غيري خوي به ويبدأ في الخصوم بالأولي فالأولي حالبي نوبان في خصومة فقط لخصومة أول فالأول دس بيئكا يعني شن علي أسبق أحق بتقديمه هو عاونه بيخويا دي فإن كان له دعوة أخرى انتظر فراغهم بلا بلا عليك خصومتها كابرا دو خصومتي لقل دون فرا درجيلة إيسا أو هاتوا لقل يكيانا حاربي أو باشا هو حق خوة الشرعي عندك بلا من بو خصومة بعديش دوبارا أو ناهي تنو بيك يكتبه فإن استووا أقل قشتي هاو ميزان بو يعني بجواري همين وبيبو يكسان أو أقرع أو قرع خال بيني أنا حاربي ويسوي بينهما في المجلس والإقبال وغير ذلك و يكساني قرار هذا لنوانينا لشواني دانشتنا لاستقبال يكردنا بخير هنا أنو أمجورشتانا غير أوانش إلا أن يكون أحدهما كافر ما قال كان كافر فيقدم المسلم عليه في المجلس هو مسلم وخوابه ما بني اللي بابي قزاء وابي بعض المسلمان قال بيش دادريا بس الكافر قال مجلس ده بابي احترام نقل قزاء أخذ باشا بوشن باب واري قزاوتك يا بيماني أو كاربكري ولا يعنف أحدهما ولا يلقنه أخذ حزتي علي لقال شو بلا شرحي قاضي لقال كابر يهودي أبوه قاضي يتتي يا أمير المؤمنين نعم جاء أمير المؤمنين من علي كري أبي طالب
عالمي لبروي فضيلتي ندري بس ترفك يا وقت رجع ترفك جولة كبو آخر لسر نازل مزليب وشي بو أو أو كابرا هي حزا علي خوي بو أو جولة كيا دزي ويا شون دسي كوتبو تي أبا هي منها وتي نخلي خوانا باشا دي أم جارة شون ولا قازي وختيك شون أمانة يهوديكا وتي بغي هي منو حزتي علي شاهدي شي نبو لسر قازيكا كإثباتي كاو أمانة وتي حسني كرم شاهدة إمام حسن قاضي وتي شن كرتا نابي بيبر شاهد لسر إثبات اشتياك بوكا وانا بو ناش يتلوار يا كود تقريبا حزتي علي محكوم بو أو زريب ويا تشي بو درابا كابرا جولك كابرا جولك إيش دواي بيري لمكر ودبا وخوما أمير المؤمنين وفرمان دي مسلمانان بو يكرا زماني لفشت ملو بكرا زماني لفشت ملو داري هنام وآواج ندي هنام ولا قاضي شرع بيبكا وام جورشتان بس او ايدي كابرا هات سلوى هاد مسلمان وتي والله اخو بان يوم مسلمان بمو او يزريك هي خواته يتامزح حزا علي في دابو اخوي باوي واوي باوي الا ان يكون احدهما كافرا فيقدم المسلم عليه في المجلس ولا يعنف احدهما نابع عنف كابيك يعني قال لك انا خراو بيع وشاخيته وبرخلكا ولا يلقنه مثلا اشتكى بيت مثلا كابرا نازل نسي والله خوي عواق سبخات بردميو بينة بردمي حربي وله أن يشفع ولا لبوي هي شفاعتي بوبكا مثلا ني هذا كاك والله خوي محكومة برحال تو قوري بك بي بخشة قازية قبت كاي بوبكا بوي باريتو حربي وتاني يا داوال هر كان كان كاك ما قازية صلح كان لقريكا ويؤدي عن أحدهما ما لزمه باشا وبوشي هي أداك على بريك كان أو يك لازم لسري يعني قشتك لازم هات سري أتواني خوي بوي بلا بالي وينظر أول شيء في المحبوسين ثم في الأيتام ثم في اللقطة باشا وأول شيء كوانا زرقا يعني وقتين قازية منصوبة كريان القازة نيتا جاي قزاوت اشي بناو زندانيه كان پرونده زندانيه كان بر راسي اكا بزاني كي به حقيره و كي به نه حقيره و كي زور زنداني زور سپاو بسريا كي نه سپاو بسريا كي بو و به آزاد كري كي بو و به زندان بمني تو اوان دوای او امر بر راسي او زعو حوالي هتي ولا اكا هتي ثم في اللقطه ام جرى لقطه لقطه يعني اواني باورناكم ليرة بمعنى ماري دوزرا وأمانة برنجة لقطابي أما يعني مثلا أو مناراني كدوزرا ومناري دوزرا وبيباو كودايكو أوانا بيسر فارس أوانا أم جالة في الدعوة والبينات يعني أو برحال قاضي قزاوتك قاضيش كقزاوتك قال روي الدعوة وبينوا دعوة مترحة بي كابراك الدعوة يبو بيني لسر دعوة كيدا بي ببي كبين النبي يا كبرى منكر بود بس سوين بخوا مثلا أوش تانا على إذا دعا الخصم دعوا غير صحيحة لم يسمعها أجر خصم دعواك نا صحيحي كرد أو نايبيسه وإن كانت صحيحة وأجر دعواك صحيح وبعجبو باشا شتكاني خويتيابو قال للآخر بترفي برانبري الله ما تقولوا أما أم بياوة آواي ودتو نظر وشيه فإذا أقر لم يحكم عليه إلا بطلب المدعي جاء أقر أو إقراري قلت والله قل من راسك أو إيضا مثلا هذا لامه باشا أو حكم ناكا تسري إلا بطلب المدعي حكم ناب وأما قل بطلب مدعيك مثلا قل مدعيك دي قل من جناب قاضي كإسا حقي منا باشا من قرك ما أو ترفه بمجازاتي خوي بقى بولي بلايا بولا كيف يبعتو أقر برأساسي أوك أو كاري كردوا سمس لا دزيكي كردوا يعني مثلا هرشيكي كردوا أو إقراري كردوا خوي قاضي حكم قاعد السري وإذا أنكر أقروتي نخينا ولا خبان دروك أو منو منكرو يا نم ديو فإن لم يكن للمدعي بينة لدو حال بدري أو إنكارك أكا كإنكارك إن يكر يا مدعي بينيها يا نيتي أجر مدعي بيني نبو
فالقول قول المدعى عليه ولا بيمينه. قول قولي مدعى عليه كي أما سوين بخوا باشا ولا يحلفه إلا بطلب المدعي شاكا سويني نادات قاضي ما قرب مدعيك دعوة قبل سويني بخور بها فإن امتنع من اليمين أقرأت ولي والله سوين ناخوم ردها على المدعي قاضي ردي سوين كاكاتو بوسر مدعي جاء فإن حلف أقر مدعي قبل البيني نبوة إيسا أقر بوي هالكوتو سوين بخوا استحقها أبي بخواني حق وإن امتنعا باش وإن امتنعا صرفهما وأجر أوج ممتنع بو باش صرفهما دريانا قال برونا درويتر واختي قزاود نماوة يعني صرفهم القاضي عن مجلسه لما يسكت دريانا وإن سكت المدعى عليه وأجر مدعى عليه بيدنبو باشا فليقل له بيبل كاكا إن أجبت وإلا رددت اليمين رددت اليمين على مدعى عليه سبي دنبوا أو بينين يا بمدعى عليه تسوين مخلص سبي دنبوا هيج ناجي أشي قاضي بيه بجكاكا جواب أديته باشا نايديته أو سوينك أخم بسال أو حارب له وإلا رددت اليمين عليه فإن لم يجيب أجر هالجواب نداو أو ردت اليمين على المدعي سوين قد دريته وبمل المدعي أو اختفى يحلف مدعي سوين دخوا ويستحق وبتخاوني حق خوي وإن كان القاضي يعلم وجوب الحق ويرقازيك أي زاني حقك واجبة فإن كان في حدود الله تعالى أجر حقك لحدود خداد أبو اللي حد باسي حد كان بوه الزنا وسرقة والمحاربة والشرب ألوان أبو لم يحكم به حكم بيناك وإن كان في غير ذلك حكم به باشا أو سيلم يحكم لي أنه مأمور بسترها شو قاضي أمر بكرة بويك سترك يعني بزان أن فرق زناه كردوا زناه كردوا بالا حتى أجر قاعد دزي كردوا إيش دزي كردوا يعني أتواني حتى كذا زي أتواني وإني والله لم يحكم به حكم بيناك أصلا حقيقيا وإن كان في غير ذلك أجر لغير يوم ذم سمع له نكاح وقصاص وحد قصف وشيء شنو حقنا؟ حقنا سحكم به حكم بيئك خويا أجايلي يأتي مثلا وجاور وإذا أقيمت البينة بخلاف علمه لا يقضي بها لعلمه بخلاف على حتى أجر بين إقامة بو ولبينك خلافي أو يانا وتك قاضي أيزاني حكم بيناك بينا حبيبي باش ولا بعلمه بعلمك خوش عملنا كان لأجل قيام البينة أي شيء فيعرض حينئذ عن قضيتي هلا قاضي جوازين وبروتشي قبيك وإذا لم يعرف لسان الخصم أجر زماني خصمك أين زاني مثلا قاضيك فارز بو أمش كرد بو مثلا رجع فيه إلى عدل يعرفه رجوعك لو موردا لباري أو بلاي كسكي دادقر كأو دادقر زماني خصمك أزاني ولا بشرط أن يكون عددا يثبت به ذلك الحق حربي بوشرتك عدلك دبي عدد يقبن وكان فريق منك أو حقيب يسابد به وإذا حكم بشيء فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلاف نقضه أقل مثلا حكمي كدوية بشيء لدوائية بيركاته قل ما خوف أم حكمي من مخالف فلانا نص مخالف مثلا فلانا إجماع مخالف فلانا قياس الجلي باشا بخلاف حكمك من هم أوانا أو حكمك يخوي هلا وشيء نتولك أقوم له حكمه باش قزبومه حاربي هو ما مسألة حكمي كدال مثلا كابراء يكسر الله زنداني كدال دوائي شرج مادية صعبة كدال أخونا سمت غير زندان دابي دوائي نقصي كاتل ودويسي وذا بيما بي تبيت زري مدية بارة وإذا حكم بشيء فوجأ بارة ولا تصح الدعوة إلا من مطلق التصرف ودعواج مثلا صحيح نية إدعاء كردن هركسي بإدعاء كما قال لك كان مطلق التصرف به يعني بالغ عاقل رشيد به ولا تصح دعوة المجهولي يعني الدعوة المجهولي جلوس دي مثلا برشتك مها بلايو إلا في مسائل ما قال لمسائل يقدا منها الوصية ويكي لو أنا وصيته مثلا شون فإن ادعى دينا ذكر وش تكتبه وصية كما إذا ادعى على إنسان أن مورثه أوصى له بشيء ادعاء كان لسر إنسان يا شيء ولا كابرا كابرا بينك باوكي مردوه باشا هذا كاك مورثك يتوكا باوكتا وصيتي كردبو من فلانشتم بدني اشتيك بدني
حارولا دي او اشتكاش مجهوله فها تشكي بني بواسطه كي باكي عندي تديت. فان ادعى دينا ذكر الجنس والقدر والصفه اركب لا ادعاي مثلا قرضي كر ذكري جنسك وكا ذكري ان هذا صفتك شيكا او عينا يا اجر ادعى عينك يمكن تعيينها امكان مو بخريت برشاو عينها اي خاتب برشاو ولا او ما للا او والى ذكر صفتها صفتك ذكرك فان انكر المدعى عليه ما ادعاه صح الجواب حاربي أنجا أجر مدعى عليه إنكاري أو يكر أو يكأدعى كرد أو صح الجواب جوابك صحيحة أو جوابك مطابق دعواك يا بعض كلامك أنكر المدعى عليه ما ادعاه يعني أو يواتر في ادعاء كرد نخير نيش وقوعيني أو جوابك مدعى عليه داية تدرست باشا وكذا إن قال لا يستحق علي شيئا البوجرة جاب والله لا أو هيج حقيقي بلا منوني فإن كان المدعى به عينا في يد أحدهما ولأجر مدعى به كان أو كدعوى تعلقي فيه وقرتوا أجر عيني يقبل ولد زدانيك يا نابي فالقول قوله بيمينه قول قولي أوبرام سوين بخوا بأول كبد سيوتي فإن كان في يدهما لدى سيهر كان وحلف كان سوين أخون وجعل بينهما نصفين واشتكى لبنيان لكن بدو ذكرت ومن له حق على منكر واجر لبو كسك حق بسر كسك كانكار اكا ورن يبلامه فله ان ياخذه من ماله بغير اذنه اتعين لمالي او هالقريب بي اجازي خوي تقريبا وقت زيتي بران بتزي حساوي نافع فان كان مقرا فلا ولي اجرتي ولا راسك او حقيها بلامه ام تحقينيه شي لمالي او هالقريب شي داوي لك باب الشهادة جربات الشهادة مطرحك أفرمي تحملها وأداؤها فرض كفاية هل قرتني شهادة أو أداء شهادة فرض كفاية فإن لم يكن إلا هو تعين عليه ولي أقل كان شاهدي أو ما جرى نبي إلا أو نبي فرض عين مثلا ولا يجوز أن يأخذ أجرة حينئذ لو كانت هذا بوينيا كريا والقري وادي يعني لو كانت كفرض كفاية لسري بتواني ولي فإن لم يتعين فله الأخذ أخذ يبكاب مشتول ولا تقبل إلا من حر مكلف ناطق مستيقظ حسن الديانة طاهر المروءة يعني أو شاهد ورناقري ما قال كسي حر يعني عبد نبي مكلف يعني بالي عاق مسلمان وعاقل به بالغ وعاقل به ناطق به لال نبي مستيقظ به يعني هو شي بخوي به بيدار به حسن الديانة ديانتي باشي به طاهر المروءة إنسانتك باكي به ولا تقبل من مغفل كسك بغفلة غفلة زدية بغفلة بشورة لي ورناجري ولا من صاحب كبيرة واتكسك جناح كبيرة كربية بازم لي ورناجري ولا من مدمنين كسك دائما مستا باشا نه دوام درة لسر صغيرة هر جناح جناح كبيرة لكن صغيرة ولا حميشة خليك صغيرة يا حبيبي ولا ممن لا مروءة له وهل وهل كثك إشكا مروءة نبي ككناس وقيم وقيم حمام حمام شي يعني شخصية ونح... شخصيتي نبي ولا ككناس وقيم حمام حمام ونحو ذلك الناس يعني أو يسبور خيابان وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمل قبل العمى شهادتي كوير ور أجيري لو موردا كهي بيش كويري وريش كوير نبوة أو جرياني ديوة ولا تقبل فيما تحمل بعده إلا بالاستفاضة ونابع شهادة والجيري لشتيكا كا لدواي كويري تحملي كردوا ما قرب استفاضة يعني بربلاوبوني اشتكى يعني يكسرنا وخلقا بلاوبو بيتوا وكو مثلا كابراه لدي كامري او كويرش خلقي اوي دي تي او بلا ابو تو حمو كذا لي فرانا كزمرت دا اوجي يا مثلا شنو مير دي بي كوبو شاهد او كويره دراش او تمال يعني عاون هات اسمه مالي كويرك او ان يقال في اذنه شيء فيمسك القائل ويحمله الى القاضي ويشهد بما قال هذا له يا مثلا يقال او بوتري في اذنه لجوي كسيكا شتيك بوتري فيمسك القائل حاربي يا كابرا فيمسك قائلك بقري ويحمله لقل خوي ببا إلى القاضي ولا قاضي
ويشهد بما قال هذا له وشاهدي بدا بويك أم نفر بويوتوه واشتي وحرونا هول هذا شاني بقري وأمان خب ولا تقبل شهادة شخص لولده ووالده شهادة شخص بوالا بنفع ولدك وبنفع والدك ورناجيري تشاكا با ولدك جزول الأخوار وين حالا بعد سنشوفه باو كدايك بو باوك باوك بو منارو برحل منارو جبو باو ولا شهادة من يجر لنفسه نفعا شهادة كسر كيش كوار رائك يا شبل أخويا نفع أو شهادة دروزنية عربي برعو شهادتا نفع كتاب كشهادة بأنه ولي أو وصي أو وكيل وشي لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف كارك ويدس خويا وقت ولا شهادة العدو على عدوه شهادة الدجمن لسا دجمن نا أشمنه ولا من يجر لنفسه ولا من يدفع عنها ضررا وهلو ها شهادة كسيكبه الشهادية زرر لخوي جورو خا ونفعتي ها يوشا ها دروزنية وشهادة الدجمن لسا دجمن دروزنية شهادة شخص لسا كاري خوي بيجا من شاهد بخوا مكار ما كردوها أو إيش دروزنية حاربي قبل زرر شي والله بيما بأقى بزرري بي أشي والجيري هو جوال المراد بالعداوة العداوة الدنيوية الظاهرة أما العداوة الدنيوية فلا توجب رد الشهادة فتقبل شهادة المسلم على الكافر دون العكس والشهادة السنية على المبتدع وتقبل شهادة المبتدع إن كان لا يكفر ببدعك أو يفسق ببدعته بعض فالأول أو يكبب بدعك كافر كريه كمن أنكر البعثة والثاني كساب الصحابة نعوذ بالله بل ويقبل في المال شهادة قبول ذكره بمسائل مالي أو وتي ولا شهادة شخص على فعل نفسه بل أو ولا تقبل لولده ولا شهادة من ينجر لنفسه نفعا ولا من يدفع عنها ضررا بل ويقبل في المالي وما يقصد منه المال كالبيع رجلان أو رجلان نايف عن يقبل وكي قبول ذكره بو شاهدي مالو أو اشك قصد لأو مالو وكو بيع أمانة دوبيا أو رجل ومرأتان يبيا يكو دوجن أو شاهد مع يمين المدعي يا شاهد يقول لقال أو ايكا مدعي كشتوينك ما ببخوا أو حاربي وما لا يقصد منه المال كالنكاح والحدودي أو ايكا قصد مالنا كلكو نكاح وحدود لم يقبل فيه إلا شاهدان ذكراني دو شاهدين رنوي ورناجر ولا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكورين أبي أحد من شواذنا نيرينا بين مشاهدي لو موردها ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة وقبول ذكره لو اشتان ذا كمعمولا بيوان إطلاع بيانا كان بسريا وقمنا البون شي قبول ذكره دو بيو قبول ذكره پیاوی کدوش قبول ذکری چوار جنش قبول ذکری اما مثلا گریه مثلا نفری اطلاع هر خودی مکه یا نفری اطلاع زیناحی لگل کردوم لگل کردوم؟ ای اول دیگه چوار شاید بینی؟ نه او خوی مخیر با زینا او با شخصی خوی او شاید هینی نه بو او نفری که با من نم کردوم او توانی برای نم کردوش او شاهدی هبی او گریه باش مدوم او دم او حدیلی ندریه که اوی تهمت بار کرده با زینا أم خويني إقرار بزينا كردوا بإقرارك خوي فيه وبوه تاز أوهيز أي بو أيوتو أدبى شاهد شاهد أبوي بريه أبى شاهد بو بيه أبى شاهدين هنا دبى قصف شيء قصف تيسر بيه موافق إن شاء الله